خلال وجودهم معنا راح يعني يكون حوالي 3 أيام راح نوقع اتفاقية للتعاون مع جامعة كوينز، ولكن الوفد حاليا مركز على مجال الطفولة المبكرة. فيوجد اتفاقية تعاون مع المعهد الفلسطيني للطفولة، راح يكون في ورشة عمل، راح يكون في لقاءات. We're absolutely delighted to be here. بالطبع أنا سعيد جدا بتواجدي هنا وزيارة الجامعة النجاح الوطنية، حيث نتطلع للقيام بتعاون مع الجامعة، وسنقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك مع الجامعة الخميس المقبل، وسنرى أيضا إمكانية التعاون مع مؤسسات الطفل في فلسطين ومحاولة تطوير حياة الأطفال وعائلاتهم. على وجه التحديد سيكون هناك توقيع اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى هي توقيع برنامج توأمة ما بين المعهد الفلسطيني للطفولة والمؤسسة الإيرلندية للطفولة. الاتفاقية الثانية أشمل وستتطرق إلى التعاون ما بين جامعة النجاح الوطنية وجامعة كوينز، وهذا سيشمل مجموعة كبيرة من البرامج البحثية والأكاديمية وأيضا البرامج المتعلقة بالطفولة.